نسأل عن كل هذه التطورات أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. خلينا نبدأ بالأسواق الأمريكية ومعاناته بالأسبوع الماضي، إلى أي مدى إحنا مقبلين يعني على وتيرة تراجعات أقل يمكن بشهر مارس، بحكم ما بدأت الأسواق تسعر مزيد من مخاوف رفع أسعار الفائدة؟ مساء الخير. نعم، أداء سيء في الشهر الثاني من العام 2023 بالنسبة للأسهم الأمريكية. كنا قد لاحظنا تحركات وتراجعات جماعية بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. أداء سيء في الجلسة الأسبوعية هي الأسوأ منذ نهاية العام الماضي. الأسهم وأدائها السيء مرتبط تماما بالبيانات الاقتصادية الأخيرة. التضخم كانت تسجل بعض التباطؤ، هنا مؤشر أسعار المستهلكين كان قد سجل بعض التباطؤات، لكن مؤشر الانفاق الاستهلاكي كان قد سجل بعض الارتفاعات. بالتأكيد البيانات الاقتصادية قد أعطت الأسواق إمكانية رفع أسعار فائدة بشكل أكبر من المتوقع. نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي قد توقعت إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس بناء على الاقتصاد. أصوات المستثمرين بدأت تتوقع أيضا إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس باحتمالية 40% تقريبا. بالتالي إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، التيرمينال ريت أسعار الفائدة النهائية بدأت تتسعر بشكل أكبر في الفترة القادمة بناء على البيانات الاقتصادية، التضخم وتقرير الوظائف الأخير، فبالتالي إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر قد تضغط بشكل أكبر على الأسهم الأمريكية في الفترة الماضية. على ما أعتقد أن الانخفاضات الأخيرة أو الحركة أو الأداء السلبي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية لم تحتسب بشكل كامل البيانات الاقتصادية الأخيرة وإمكانية تسعير رفع الفوائد في الفترة القادمة. يعني أحمد، حتى بالنسبة للتطورات التي كنا نراقبها في المنطقة الأوروبية تحديدا، الآن هناك بعض الأمال حيال اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص موضوع والترتيبات التجارية المتعلقة بإيرلندا الشمالية. برأيك إلى أي مدى سوف نشهد تحرك إيجابي، وكيف يتفاعل العملة، يعني نتحدث عن الجنيه الاسترليني في ظل هذه الظروف التي لا تزال ربما الضبابية هي المسيطرة على المشهد الاقتصادي في بريطانيا بشكل عام؟ نعم، ريتشي سونك رئيس وزراء بريطانيا له إرث كبير، حمل إرث كبير بعد بوريس جونسون تيريزا مي. استلم مخاطر أسواق السندات، مخاطر كانت مرتفعة، العمالة وإضرابات العمالة في الفترة الأخيرة في القطاع العام، انخفاض حتى في البيانات الاقتصادية بالنسبة لبريطانيا، فبالتالي كانت جميع البيانات أو جميع الظروف ضد رئيس الوزراء. لكن مع تفاؤلات الأسواق في الأمس بوصول لحل وسطي بالنسبة لاتفاقية البريكزيت القائمة منذ عام 2020 الحدود إيرلندا الجنوبية مع إيرلندا الشمالية، فبالتالي قد يكون بعض إعطاء بعض رمق من الحياة للنمو الاقتصادي بالنسبة لبريطانيا، النمو الاقتصادي الذي قد سجل نقطة الصفر، نقطة الاتزان بالبزنس سايكل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في القراءة الأخيرة للربع الرابع من عام 2020، فبالتالي إعطاء بعض التفاؤل أو حتى الأسواق قد سعرت بعض التفاؤل بأن البيانات الاقتصادية قد تستفيد ولو قليلا بالنسبة للاقتصاد البريطاني. النمو الذي أصلا قد أثاره البنك بريطانيا بأنه ممكن أن يتجه إلى نحو الركود بفترة طويلة. الأسواق بدأت تسعر بإمكانية أن يكون الركود ليس بالعمق الذي يتوقعه بنك بريطانيا، فبالتالي كانت حالة بعض حالة من التفاؤل بالنسبة لأداء الجنيه الاسترليني في منذ جلسة الأمس. لكن قوة الدولار الأمريكي قد تطغى في الفترة القادمة على تداولات الجنيه الاسترليني، فبالتالي إمكانية التداول أدنى مستويات 1.24 سنت قد تدفع الجنيه الاسترليني للميل الهبوطي في الفترة القادمة. طيب، واحنا ايضا ما زلنا عم نراقب اسعار النفط، يعني احمد خلال هذه المرحله يمكن عم نستمع لجولمان ساكس اللي عم يعطي توقعاته للاسعار للفتره المقبله، وتوقعات بانه يكون في عمليه عجز في المعروض بالنصف الثاني من 2023. احنا امام بيانات جيده يمكن سنسمعها من الصين بعد عمليه فتح الاقتصاد وتخفيف اجراءات كورونا، البي ام اي الى اي مدى سيكون عاكس لهذه الإجراءات بشكل واضح على الصين وعودة الطلب بقوة، وبالتالي إلى أي مدى سنرى انعكاسها بشكل أساسي على الأسعار؟
قد تكون الحركة السعرية بالنسبة للنفط بين 73 إلى 83 في الفترة الأخيرة منذ نهاية العام الماضي تلخص الحكاية، تلخص القصة بين متفائل في أداء النفط وبين متشائم بالنسبة لأداء النفط. أقصد هنا التفاؤلات بافتتاحات الاقتصادات الصينية، التشاؤم بالنسبة أو المخاوف بالنسبة للاقتصاد الروسي، فبالتالي إمكانية حتى بالنسبة للاقتصاد الصيني إمكانية تسجيل ارتفاعات بالنسبة للتجارة للتصنيع قد تعطي بعض الدعم بالنسبة لخام غرب تكساس للنفط. أقصد هنا بكل تأكيد عودة التجارة، عودة التصنيع، أرقام جيدة بالنسبة للبي ام اي الصيني في الفترة القادمة قد تعطي بعض التفاؤلات بإمكانية ارتفاعات أو حتى تسجيل صعود بالنسبة للنفط الخام في الجلسات القادمة بناء على البيانات الاقتصادية الصينية وعودة التفاؤلات في الاقتصاد وعودة الافتتاحات الصيني في الفترة القادمة. نشكرك أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.